صلة الرحم من أحب الأعمال وأفضلها عند الكبير المتعال، ولذلك عظم الله شأنها ورفع الله قدرها وأمر عباده أن يتقوه فيها. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالأرحام أمرهم عظيم وشأنهم كبير، وصلة الرحم منسأة في الأثر وزيادة في العمر وضبط في الرزق وتيسير للخير. وقل أن يصل عبد الرحمة إلا خرج مسرور النفس منشرح الصدر قوي العزيمة على طاعة الله عز وجل. فمن أحب الأعمال بعد توحيد الله وبر الوالدين صلة الأرحام. ودخل صلوات الله وسلامه عليه المدينة، فكانت أول الكلمات التي قالها: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فمن وصل الرحم وصله الله. قال في الحديث القدسي: إني أنا الرحمن وخلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمي فأنا الرحمن وهي الرحم. فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بكته. فمن قطعه الله عز وجل فبئس والله حاله. ولذلك أخبر الله عز وجل أن من قطعها ملعون، وأنه لا ينتفع بخير ولا ذكر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال بعض العلماء: أصمهم فإذا سمعوا موعظة لا ينتفعون بها، وأعمى أبصارهم فإذا رأوا خيرا لا يهتدون إليه والعياذ بالله. ولذلك تجد بعض الناس إذا ذكرته بالله لا يتذكر، قاسي القلب وهو يتمنى أن يكون خاشعا، قد حالت الرحم بينه وبين رحمة الله عز وجل. فالرحم أمرها عظيم. وأوصيكم ونفسي وخاصة طلاب العلم أن يتقوا الله في الرحم. فكم من طالب علم يجد في قلبه الظلمة ويجد في نفسه الوحشة، وقد يبتلى ببعض الذنوب وقد يبتلى ببعض المعاصي بسبب لعنة أصابته بقطيعة الرحم. كل ما مر عليك أسبوع تسأل: متى عهدك بالرحم؟ متى عهدك بالعم؟ ومتى عهدك بالعمة؟ ومتى عهدك بالخال؟ ومتى عهدك بالخالة؟ ومتى عهدك بهذا القريب الضعيف؟ ومتى عهدك بذلك القريب المحتاج؟ وإذا وصلتهم أعظم الله أجرك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه. فهذه نعمة عظيمة. ولذلك كان الناس بخير، وكنت تجد كبار السن تجد فيهم الرحمة، وتجدهم دائما يعصمون من كثير من الشرور والبلايا، لكن لم تجدهم من أوصل الناس للرحم. ولما نشأت الناشئة ونشأ الشباب اليوم بعيدون عن الأرحام، وتجد الإنسان عهده بعمه في العيد، وهذا إذا كان يأتيه في العيد، بل إنه لا يكاد يعرف عمه إلا في المناسبات. بعضهم نسأل الله السلامة والعافية، بل إن بعضهم يستحي في المناسبات أن يسلم على عمه وخاله، فتكمل له قطيعة حتى تكمل عليه لعنة الله والعياذ بالله. والله عز وجل يقطع من قطع الرحم ولو كان أقرب الناس منه، فإن قطيعة الرحم أمرها عظيم. ولقد توعد الله عز وجل من قطعها أن يقطع. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. وقد تجد الرجل صالحا لكنه قطوع للرحم من حيث لا يشعر. فهذا أمر يحتاج طالب العلم دائما أن يضع في حسبانه متى عهده بالعم والعمة والخال والخالة والأقارب والأرحام، خاصة إذا كانوا محتاجين. وإذا وصلت الرحم وكان له حق عليه كبير سن فعظمه وأجلة. دخل جعفر مع أبي طالب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فقام له يجر رداءه صلوات الله وسلامه، فالتزمه وقبل بين عينيه. فهذه آداب الإسلام وشعائر الإسلام، إجلال الرحم خاصة إذا كان كبير سن وكان من أهل العلم والفضل. بينك وبينه رحم ينبغي أن توصل، بل إن الرحم قد تكون من أجل المصاهرة ولو كان في طبقة عالية. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراب فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراب وهي مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما، لأن أم إسماعيل منهم، وكذلك ماريا أم إبراهيم منهم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها مع وجود الرحم. فكيف بالرحم القريب كالعم والخال؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص. وإذا دخلت على العم فقبل بين عينيه كما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه ولو كان أصغر منك سنه، عظمه وأجله. فإن جعفر دون النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، ومع ذلك قبل بين عينيه لكي يبصر للأمة المنهج في صلة الرحم. وينبغي عليك مع صلة الرحم أن تعود أبنائك وبناتك وتأخذهم معك في يدك، فيا لها من نعمة عظيمة إذا نشأت أبنائك. والله ما خرج سبيلك إلى صلة عم أو عم أو خال أو خالة فغبر قدمه إلا كان لك أجر.
ولن يحافظ من بعده أو بعد موتك على صلة رحم إلا أجرتك أجر، لأنه ما عرف الرحم إلا بك. فإذا نشأت أبنائك على هذا الخير وعودتهم على صلة الرحم وجعلت فيهم حب القرابة والميل إلى القرابة، أجرك الله وعظم ثوابك وفتح لك أبواب الخير، بل يسعدك حتى في هذا الابن الذي تعوده، لأن الابن الذي ينشأ على صلة الرحم يكون في رحمة من الله عز وجل. فينبغي التواصي في هذا الأمر. ولذلك لما ذكر أبو سفيان سأل هرقل أبا سفيان بماذا يأمركم، قال يأمرنا بصلة الأرحام، يأمرنا يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بصلة الرحم. فكانت من الأمور الهامة التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الصلة الرحم. وينبغي دائما على طلاب العلم أن يحيوا هذا الأمر في المساجد، كلمة من بعد الصلاة تذكر فيها الناس صلة الرحم، وكذلك الأئمة والخطباء ولو كلمة عابرة في الشهر أو على الأقل في العام تذكر فيها بحق الرحم، حتى تنشأ الناس على التواصل والرحمة. أسأل الله العظيم رب العرشَ الكريم أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على بسم الله. أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك.